أين الرجبيون؟ أين الرجبيون؟ أين أهل الصفاء؟ أهل الوفاء؟ أهل الصفاء؟ أهل الوفاء؟ أين الرجبيون؟ أين الرجبيون؟ أين؟ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. من المناسب الداعي في الأشهر الثلاث وفي شهر رجب أيضا أن يتأمل في مضامين الأدعية، أن نقرأ الدعاء تأملا قبل أن ندعو به دعاء. إذا صار الدعاء بعد التأمل هذه الدعوة أقرب للإجابة والتفاعل من هذه الأدعية، وهو دعاء مشتهر في شهر رجب، شهر شعبان، المناجاة الشعبانية هي المعروفة، وهذا التعقيب من التعقيبات المشهورة في شهر رجب، ولهذا التعقيب قصة يا من أرجوه لكل خير. هذا التعقيب الذي يلهج به المؤمنون يعلم الله من زمان الإمام الصادق عليه السلام إلى يومنا هذا كم لهج به المؤمنون. والرواية هكذا: في كل يوم من رجب صباحا ومساء تخرج من المنزل صباحا أدعو بهذا الدعاء، في الليل أدعو بهذا الدعاء، بعد صلاة الفجر أدعو بهذا الدعاء، بعد الظهرين والعشاءين. الرواية كذا: في أعقاب صلواتك في يومك وليلتك. إذن هذا الدعاء دعاء يلهج به المؤمن في شهر رجب كما قلنا صباحا ومساء وبعد كل فريضة وبعد كل صلاة. الآن في أعقاب صلواتك، لعل هذا التعبير يشمل النافلة أيضا في صلاة الليل أيضا. قصة هذا التعقيب قصة ملفتة. أحدهم باسم محمد بن ذكوان، وكان معروفا بالسجاد. الآن إمامنا زين العابدين هو السجاد، ولكن انظروا إلى أصحاب الأئمة، هذا من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام سمي بالسجاد، وكان يكثر من السجود والبكاء إلى أن ذهب بصره. هنيئا لإنسان فقد بصره في المناجاة مع رب العالمين. وأنتم تعرفون أن الذي كان يبكي هكذا شعيب، ذهب بصره من البكاء من خشية الله عز وجل. رب العالمين كافأه في الدنيا قبل الآخرة، قال: سأخدمك كليمي. موسى كليم الله من أولي العزم، رتبته أعلى من نبي الله شعيب، على أن تأجرني ثمان حجج، ثمان سنوات وهو في خدمة شعيب، فإن أتممت عشرا فمن عندك. إذن البكاء من خشية الله عز وجل هذا خاصيته. المهم، من أصحاب الإمام وهو كنبي الله شعيب ذهب بصره من البكاء من خشية الله. قلت للصادق عليه السلام: جعلت فداك. هذا التعبير
تعبير متكرر في زمان الأئمة: جعلت فداك. البعض كان يقولها مجاملة، والبعض يقولها صدقا. أصحاب الحسين عليه السلام حقيقة قالوا جعلنا فداك، وبذلوا مهجهم في نصرة الحسين عليه السلام. لا ندري أحدنا عندما يتوجه بالخطاب لإمام زمانه إذا قال جعلت فداك، هل هو صادق في قوله أم لا؟ المجاملة لا قيمة لها، أن تكون صادقا. الإمام أحدهم أمره قال أدخل التنور المشتعل نارا، دخل التنور ولم يحترق بفضل الله عز وجل. مالك عندما يقول لأمير المؤمنين جعلت فداك، تعرفون ماذا كان يصنع في حروب أمير المؤمنين؟ نتوقع هذا الذي فقد بصره في البكاء بالبكاء عندما يقول للصادق عليه السلام جعلت فداك، هو صادق فيما يقول. قال جعلت فداك، هذا رجب، يعني هذا شهر رجب قد دخل، علمني فيه دعاء ينفعني الله به. قال عليه السلام اكتب بسم الله الرحمن الرحيم يا من أرجوه. هذا الدعاء فيه مزية. أي مزية؟ المزية أن الإمام قال له اكتب، كتبها، لم يحفظها حفظا. نعم، نكاد نطمئن إلى أن هذا الدعاء ليس فيه زيادة ولا نقص. قال له اكتب، فكتبه محمد بن ذكوان. الآن إن شاء الله سيأتي شرح المضامين لاحقا. عادة الذين يدعون بهذا الدعاء لهم حركة، يلوذون بسبابتهم، هذا أيضا له ترتيب. يقول الراوي ثم مد يده اليسرى فقبض على لحيته ودعا بهذا الدعاء وهو يلوذ بسبابته اليمنى. البعض يعمل هذه الحركة، حركة كذا ذهابا إيابا بلا توجه، ليس هكذا. الإنسان يعبر المضامين من خلال حركات بدنه. هناك حركات عالمية كل حركة لها معنى. عندما تقول لأحد لا تفعل كذا تعمل هكذا، أي لا تعمل هذا العمل، يعني يا رب لا تحلل علي غضبك في هذه الساعة، أنا أدعوك، لا، نعم، حرم شيبتي على النار، يعني يا رب أسألك أن لا تحرق شيبتي بالنار. إذن حركة رمزية قم بها وأنت متوجه، لا هكذا يمينا وشمالا. يلوذ، كان يلوذ بسبابته، أي يتوسل إلى الله عز وجل وأنت اللذ بسبابتك. هناك رأي، أتوقع هذا الرأي أيضا يلقى قبولا. البعض يقول هذه الحركة يلوذ بسبابته افعلها من أول الدعاء يا من أرجوه لكل خير. من أين؟ الإمام، كنوا معي في هذه اللفتة الروائية، الإمام قال له اكتب، لما فرغ من الكتابة قال الراوي ثم مد يده ودعا بهذا الدعاء، أي من أوله، ثم دعا بهذا الدعاء وهو يلوذ بسبابته، ثم قال بعد ذلك يا ذا الجلال والإكرام. إذن هذا الرأي مستحسن، أنه الإنسان يقوم بهذا العمل من أول الدعاء. الإمام قال له اكتب، ثم دعا وهو يعمل هكذا، ثم ختمها يا ذا الجلال والإكرام. إذن لا وجه مثلا لمن يعمل هذه الحركة في ختام الدعاء، هذا وجه. المهم
انظروا إلى المبارك الذي بورك فيه أيضا العبد الصالح كميل بن زياد. أيضا طلب من أمير المؤمنين دعاء، دعاء الخضر، فعلمه الإمام الدعاء المعروف بدعاء كميل. كميل بقي خالدا في دعائه. أبو حمزة الثمالي أيضا راوي الرواية بقي خالدا في مناجاته، ومحمد بن ذكوان أيضا بقي خالدا من خلال هذا الدعاء الرجبي. انظر إلى الخلود وإلى المباركة الإلهية للبعض. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا، اللهم بارك لنا في أعمالنا وأعمارنا، أبلغ سلامنا إلى إمام زماننا واردد إلينا منه السلام، بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات. أين الرجبيون؟ أين الرجبيون؟